السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة جايين لكم بجزء جديد من سلسلة تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، وزي ما تعودنا في السلسلة دي انا بجيب لك تطبيقات بشكل مجاني تقدر تستخدمها على الموبايل. والمميز في تطبيق النهاردة ان هو بيشتغل على الاندرويد وعلى الايفون، ودي تعتبر رابع طريقة انا بقدمها في السلسلة دي. اختار الطريقة اللي تريحك وابتدي انك انت استخدمها. سيب لك كل لينكات الحلقات اللي فاتت في وصف الفيديو واختار الطريقة اللي انت حاببها. المهم من غير ما اطول عليك، سواء كنت بتشوفني من على الفيسبوك او من على اليوتيوب، ما تنساش انك انت تتابعني، انا يحيى الشافعي. تعال بقى نروح لموضوعنا. والمميز في تطبيقنا النهاردة ان هو سهل الاستخدام، بترفع الصورة بتاعتك بشكل سهل جدا وبيبتدي هو لوحده في اقل من نص دقيقة بيجيب لك صورتك تكون بجودة عالية وبشكل كرتوني وبشكل مرسوم، حاجة كويسة جدا. تقدر كمان انك انت تغير في الاشكال بتاعتك في التطبيق، تقدر كمان انك انت تغير الخلفيات. في كمان صورة كده مميزة عن رأس السنة، فانا حابب ان انا استخدمها بما اننا خلاص في اخر السنة، وكل سنة وانتم طيبين. وبس كده، ده التطبيق اللي كان معايا النهاردة. ما تنساش تشوف باقي الطرق من اللينكات اللي في وصف الفيديو، اختار الطريقة اللي تريحك والصور اللي شكلها تعجبك ابتدي ان انت تستخدمها، وما تنساش ان هي كلها مجانية وعلى الموبايل. وبس كده، انا يحيى الشافعي، ما تنساش اللايك والمتابعة والكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.